السلام عليكم. لو احنا دلوقتي جينا هنا في جوجل وكتبت فوائد الحشيش، لا هو بيقترح عليك فوائد الحشيش علميا وطبيا وللجسم، هتلاقي فوائد الحشيش 20، 9 حقائق اللي تعرفها عن الحشيش وعن فوائده، 3 فوائد طبية للحشيش، فوائد الحشيش، فوائد المخدرات والحشيش واللبانجو، فوائد الحشيش، 17 فائدة طبية للحشيش. تمام، ده ليه؟ ده لأن احنا أصلا قبل ما نبتدي البحث افترضنا افتراض معين وحاولنا نثبته، يعني بنقول لجوجل هات لي فوائد الحشيش، فأكيد هيقعد يجيب لك الحاجات ديت. ممكن تكون انت في نظرية معينة وعايز تعرف المشاكل بتاعتها، فانت مش بتدور على النظرية بتاعتها، انت بتدور على اثبات النظرية دي غلط، فبتقول له وجد لي الآراء اللي بتقول ان النظرية دي غلط. فهتلاقي لو انت قعدت تدور مش بتكتب بقى ما حكم كذا، لا بتكتب ايه، اثبت لي ان ده حلال، هات لي الفتاوى اللي تقول لي ان ده حلال، لان يعني في واحد مثلا عايز ياخد قرض من بنك فبيدور على حلاته، فمش بيدور على حكم القرض من البنك، لا ده بيبتدي كده الأدلة اللي تثبت ان القرض حلال، فهو أفتى نفسه وبيدور على الحاجة اللي تأكد نظريته او عنده رأي معين، فبيدور على كل اللي أكد الرأي بتاعه، ما بيدورش هل الرأي ده صح ولا غلط، لا ده هو انا رأيي صح وعايز بقى الناس اللي بتقول ان رأيي صح، ومهما كان رأيك في اي نظرية مفيش نظرية عليها اجماع 100%، فتلاقي ناس بتأكد النظريتين. تمام، في ناس في امريكا مثلا بتأكد ان القمر وان الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض وان الارض مفتوحة، وعاملين جمعيات وبيتقابلوا وبيثبتوا الأدلة يعني ان كلامهم صحيح. تمام، طب خلينا نثبت بحاجة تانية، ان انا اكتب هنا اضرار الفكرة، بيقول لك اضرار الافراط كتير من الفاكهه، مفيش مشكله اي حاجه بتفوت فيها او بتاكلها كتير، تعال نشوف الفاكهه فوائدها واضرار، اضرار الفواكه، الفاكهه والضاد منافع واضرار، الافراط استخدام الفاكهه سبب اضرار الكبد، هل دور السكر موجود في الفاكهه بصحتنا. فلو انت ان الفاكهه مضره وان احنا المفروض ما ناكلش فاكهه وناكل من ماكدونالدز ونشرب بيبسي ومرندا والحاجات دي، هتلاقي لك نظريه. تمام، فالفكره كلها ان لازم امحص اي فكره، اي حاجه بتتقال لازم ادرسها واشوفها من رايين، اسمع الرايين وشوف صح هنا ولا هنا، وبعد كده ابني المعتقد بتاعي، مش ان انا عندي معتقد معين واروح قايل خلاص هو كذا، ادور على ادله رايك، لان هتلاقي ادله رايك ممكن يكون الراي اصلا غلط، يعني ولا يستقيم ظله والعود اعوج. تمام، يعني في بعض الابحاث لو قامت في بلد معين خلاص البحث ده هيطلع 1000000% بيقول حاجه معينه، مستحيل البحث طريقه الدراسه الا وهتطلع بتاع. في ناس كانت بتعمل ماجستير او دكتوراه في مجال معين تبع جامعه معينه، في البحث واخد اتجاه معين، البحث وقف في رحله تانيه خالص، بتتبنى فكر تاني خالص، فاضطر انه يغير كل نتائج البحث، حسيت ان البلد دي هي الراي بتاعها صح، زي مثلا كان بيحضر في روسيا ان النظام الشيوعي